أجواء أسرية ثقافية ترفيهية وبرعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة. انطلقت أمس فعاليات مهرجان الشارقة للثقافة والناس بنسختها الرابعة، وذلك بالتعاون مع بلدية الشارقة كشريك استراتيجي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تحمل بجعبتها ألوان البهجة والمتعة لجميع أفراد الأسرة، والتي ستستمر لغاية الرابع من أبريل المقبل في حديقة النوف بالشارقة. طبعاً مهرجان الشارقة للثقافة والناس الدورة الرابعة هذه السنة ما شاء الله نشوف فعاليات كثيرة هذه السنة، مشاركات كثيرة من أطفال وأيضاً من دوائر مشاركة هذه المرة. طبعاً سنة عن سنة ما شاء الله المهرجان يكون طبعاً لجمهوره الخاص، أيضاً ملاحظة أيضاً الدوائر أيضاً زادت هذه السنة، فعاليات كثيرة إن شاء الله الأطفال يستفيدوا منها إن شاء الله. يأتي دور البلدية في هذا المهرجان من تقديم الخدمات اللوجستية والخدمات العامة، من توفير أشياء كثيرة، من توفير منصات الستيج، توفير الكهرباء، وتوفير أشياء كثيرة للفقرات والفعاليات اللي موجودة في المهرجان. يستقطب المهرجان هذا العام مؤسسات جديدة تنضم إلى المشاركين من مؤسسات وأفراد، ويتضمن برنامجاً ثقافياً يقدم عبر المنصة الثقافية في المهرجان، إضافة إلى برامج تراثية وعروض مسرحية وسينمائية مختلفة، كذلك برامج توعية تخصصية تتعلق بأهداف المؤسسات والدوائر المشاركة، وأيضاً مسابقات ثقافية للأسر والأفراد. مهرجان الشارقة للثقافة والناس يسعى كل عام من خلال فعالياته المتنوعة إلى تحقيق التنمية المستدامة للأسرة. دعيت من المنظمين لهذا المهرجان، مهرجان الشارقة للقراءة، دعيت من أجل المشاركة بقراءات شعرية وتوقيع أعمالي الكاملة، والتي هي عبارة عن ملحمة العطش الديوان الأول، الديوان الثاني كان 20 سيرة ذاتية للقهوة وقد نفدت نسخه مباشرة، الديوان الثالث كان نصوص صوفية اسمه صلاة عاشرة قبل التجلي الأخير، الديوان الرابع وتريات غجرية. اليوم احنا مشاركين في فعالية حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، ان احنا ننبه الناس ونراويهم كيف ان المستهلك العادي يفرق بين المنتج الأصلي والمقلد، بالإضافة إلى في حالة وجود شكوى حماية مستهلك كيف طريقة تقديم الشكاوي. والله مهرجان طيب صراحة، شامل لكل أفراد المجتمع، في فعاليات، في ما شاء الله ألعاب أطفال، في قرية تراثية، فما شاء الله شامل لجميع أفراد المجتمع. في ظل القيم والثقافة الإسلامية التي تشكل الهوية الوطنية ودعم الحراك الثقافي في المجتمع بأسلوب عصري مختلف وجذاب يشترك فيه جميع أفراد الأسرة. وللحديث أكثر عن هذا المهرجان في نسخته الرابعة وما يميز هذه النسخة، نستضيف اليوم الأستاذة فاطمة محمد، مسؤول قسم الإنتاج الفني والترويج بالمكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة. أهلا وسهلا ومساك الله بالخير والنور والسرور. مساكم الله بالنور والسرور، مشكورين على الاستضافة. حياك الله. مثل ما شفنا قبل شوي في هذا التقرير، ما شاء الله يعني هذه الفعاليات مهرجان الشارقة للثقافة والناس. نعم. في البداية خلينا نتكلم عن هذا المهرجان كفكرة. نعم. وكان كيف كانت بداياته، ما شاء الله الحين وصلتوا النسخة الرابعة. طبعا هذا المهرجان يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي. نعم. رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. نعم. الفكرة باختصار الدور أن نحن نبغى ننقل الأهداف البرامج الثقافية عندنا في المكتب من إطار المكاتب المغلقة إلى الناس وإلى أماكن قريبة من مسكنهم من خلال فعاليات ترفيهية ثقافية توصل لهم هذه الأهداف بسرعة. نعم، ذكرت أن في أهداف حابينكم إن شاء الله توصلونها. نعم. للجمهور بشكل عام، ما هذه الأهداف؟ هي الأهداف القيم الإسلامية، القيم الثقافية، قيم التسامح، بما أن نحن العام في عام التسامح، نحن ننقل كل دورة قيم مستسقة من توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة ومن إمارة الشارقة. نعم،
يعني هذه خلنا نقول المهرجان هذا الذي يقام في حديقة النوف هذه السنة، ليش اخترتوا حديقة النوف؟ ويعني كل سنة أتوقع أن العام كان في حديقة الياش على ما أذكر، هذه السنة في حديقة النوف، يعني ما سر اختياركم لهذا للمواقع هذه؟ اختيارنا أنه يصب تحت إطار التنوع. نحن نبغى نكون كل مرة في حي من أحياء مدينة الشارقة وتفعيل منا لدور الحدائق، ويه هذا الموضوع بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي اللي هو بلدية الشارجة، فحبينا أن يتنقل الحدث من سنة لين سنة في مكان، مكان لمكان ثاني. نعم، ومثل ما نعرف بعد يعني يمكن هذا المهرجان يخدم فكرة صاحب السمو حاكم الشارجة الله يحفظه في أن تكون هذه حدائق الأحياء السكنية ملتقى للعوائل. صحيح. للتعارف، ومثل يعني مهرجان الشارقة أو الثقافة والناس. نعم. من الاسم نقدر نشوف أن الناس والثقافة، ما سر خلنا نقول هذه التسمية؟ هل يعني لها علاقة في يمكن الأهداف؟ نعم أكيد، هي تصب مباشرة في تحقيق الأهداف، أهداف المكتب الثقافي والإعلامي. أي الاسم من الفعاليات والورش اللي موجودة وأجندة المهرجان. معظم الورش يعني تكون بقالب ثقافي ترفيهي، يوصل للجمهور بعفوية وبسلاسة. نحن هذه السنة تعد السنة الرابعة للمهرجان، نأتي بمشاركات كثيرة وبتنوع أكبر وأكثر. عندنا ورش متعددة، عندنا محاضرات كثيرة، يمكن نمتاز هاي السنة نحن في نهاية كل موسم نأخذ بعين الاعتبار مقترحات الزائرين. جميل. فنصب يعني ونخليها من ضمن اهتماماتنا، وبناء عليها نحط او نضع البرامج. نعم، يعني اللي يحب انه يشوف يعني خلينا نقول الزائر او العوائل اللي تزور المنطقه او المهرجان نفسه، ممكن ان تاخذون برايهم مثل ما ذكرتي، وتم أكيد تطوير. أصلاً هم بيكونون من المشاركين في المهرجان من خلال الورش اللي موجوده. جميل. نحن عندنا ورش كثيره للاطفال لهم نصيب كبير. خلينا نتكلم عن الجديد هاي السنه. الجديد هاي السنه هو المهرجان كل سنه متجدد. نعم. بس الجديد هو مشاركه المؤسسات والهيئات الحكوميه. العام كنا بمشاركه 20 هيئه، وهي السنه ب 30 مؤسسه وهيئه، وكل المؤسسات مشاركه بفعاليه وبحدث يعني مع الجمهور. المهم في هاي السنة المنصة الثقافية. المنصة الثقافية ما الذي تحتوي هذه المنصة؟ تستضيف يوميا باحثين وأدباء يقدمون ندوات وجلسات نقاشية مفيدة للجمهور. جميل، يعني أنا خلال بحث بسيط طلعت لي وايد خلينا نقول إعلانات ما شاء الله، يعني الترويج خلينا نقول على قدم وساق، فأشوف أن فيها أمسيات شعرية تقام. صحيح. فيها جلسات حوارية أيضا. نعم. سواء للأهل أو حتى للأطفال. اللي يميز هاي الجلسات أنها متنوعة. فيها تأخذ الجانب الصحي والتربوي، مثل اللي هي الرضاعة يعني والنصائح للأمهات، كذلك النصائح والاستشارات التربوية الخاصة بالنمو، تقدرين تقولين إن هي شاملة للأسرة. نعم. هذا ما يميز المهرجان بصراحة. نعم. لو نتكلم عن ذكرتي الشركاء، لكل جهة حكومية مشاركة هناك فعالية تقام. صحيح. إنزين أعطينا نبذة عن هذه، يعني ما نقدر نحصر الثلاثين ما شاء الله. أكيد. ولكن نحن في اليوم الواحد عندنا أكثر من 20 فعالية. ما شاء الله. تكون متجددة كل يوم. نعم. يعني. لو تعطينا نبذة عن بعض الجهات المشاركة والفعاليات اللي توفرها. يعني ليس على سبيل الحصر، عندنا مثلا اللي هي ناشئة الشارقة مشاركين بعروض. عروض رياضية، كرة القدم، الملاكمة، رياضات الدفاع عن النفس، كذلك القيادة العامة لشرطة الشارجة اللي هم أصلا من الرعاة الأساسيين لهذا المهرجان، مقدمين عروض كثيرة. نعم. منها مثلا اليوم اللي هو عرض الكلاب البوليسية. جميل. عندنا جمعية الأصدقاء
التهاب المفاصل، عندنا البيئه، عندنا مربى الاحياء المائيه اللي يقدم كل يوم مسرحيه ويقدم كل يوم ورشه رسم. نعم. بالاضافه الى مراكز التنميه الاسريه اللي تقدم جوائز. نعم، ان شاء الله نحن مستمرين في هذه التفاصيل، تفاصيل المهرجان، لكن اسمحي لنا عندنا اتصال، ناخذ هذا الاتصال ان شاء الله ونستكمل الله. حوارنا. أيضا تشارك إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في مهرجان الشارقة للثقافة والناس، وللحديث عن هذه المشاركة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة آمنة محمد النقبي، مدير شعبة الإعلام الصحي في إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة. مساء الخير ومرحبا. مساء النور، أهلا فيك. حياك الله. في البداية حابين أن نتكلم عن مشاركة إدارة التثقيف الصحي في مهرجان الشارقة للثقافة والناس، وما هي طبيعة هذه المشاركة؟ بداية بما يتعلق بمشاركة إدارة التثقيف الصحي والجمعيات الداعمة للصحة في مهرجان الثقافة والناس، تندرج ضمن رؤية صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة الحاكم، وايضا بتوجيهات من مدير اداره التثقيف الصحي الاستاذه ايمان راشد، وذلك في سبيل تحقيق رؤيه واهداف الاداره للوصول لكافه افراد المجتمع. نعم. طبعا تمثلت مشاركه الاداره والجمعيات بتقديم التوعيه الصحيه باسلوب ترفيهي ممتع يضم كافه افراد الاسره. نعم. ما اهميه المشاركه في هذا المهرجان؟ أهمية مشاركتنا في المهرجان ضمنت التوعية بسبل الوقاية من الأمراض وتشجيع المجتمع على اتباع أنماط الحياة الصحية، أيضا تصحيح الممارسات الخاطئة للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد. نعم. إلى جانب المشاركة في المهرجان هناك أنشطة أخرى، نتحدث عن هذه الأنشطة. ضمنت بعد مشاركتنا تعريف الزوار بالإدارة والجمعيات وما تقدمه الإدارة من خدمات وسبل التطوع في جمعياتها، كذلك كانت في فقرات رياضية وترفيهية للأطفال. نعم. لتثقيفهم بأهمية الرياضة والحركة، وأيضا تم توزيع منشورات وكتيبات تثقيفية مثل كتاب عالم علي وعليا اللي هو من إصدارات إدارة التثقيف الصحي. نعم. وهو يجمع بين التوعية الصحية والترفيه. نعم. كذلك ضمنت المشاركة في فحوصات طبية مثل عدة فحص ضغط الدم وسكر الدم وهشاشة العظام أيضا. نعم. هذه الفحوصات مجانية لجميع الزائرين؟ أكيد، جميع الخدمات اللي تقدمها الإدارة مجانية تماما. نعم. كل الشكر والتقدير للأستاذة آمنة محمد النقبي، مدير شعبة الإعلام الصحي في إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، على هذه المعلومات. شكرا جزيلا. عفوا، حياك الله عزيزتي. مع السلامة. مع السلامة. وعودة لضيفتنا في الاستوديو الأستاذ فاطمة محمد، مسؤول قسم الإنتاج الفني والترويج بالمكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. كنا نتحدث عن الفعاليات التي تنظم في حديقة النوف. خلينا نذكر مشاهدينا الكرام أن هذا المهرجان يقام في حديقة النوف. نعم. على مدى 6 أيام. نعم. لو نتكلم من المهرجان، من أي ساعة يبدأ ولحد أي ساعة؟ المهرجان راح يمتد لين تاريخ 4 أبريل. وهو الحديقة تفتح أبوابها من الساعة 5 لين الساعة 10 مساء، بفترة خلنا نقول الحين بعد يمكن إجازة. نعم. إجازة المدارس، فالتوقيت أكيد أنه مدروس، أكيد طبعاً. أنه يتواكب مع إجازة الأطفال المدرسية. يعني هناك خريطة لهذا المهرجان. نعم. تم تقسيم الحديقة على بناء على مواقع معينة. خلينا نتكلم عن أركان الفعاليات وكيف كيفية توزيعها في الحديقة كذلك. يعني من أهم أركان المهرجان هو الركن التراثي. الركن التراثي اللي يحوي على كثير من الورش، بالإضافة إلى الأمسيات الشعرية اللي خاصة بقسم التراث والعروض. يعني هذا بس ما يختص في ركن التراث. عندنا ركن السينما والمسرح. جميل. يوميا يوجد عندنا مسرحية يعني من سجايا الشارقة وكذلك من إنتاجات المكتب الثقافي والإعلامي. نعم. بالإضافة إلى عروض موسيقية من مختلف البلدان. نعم. هناك أيضا صالون ثقافي يقام. نعم. أعطينا فكرة عن هذا الصالون، ما الذي يحتويه وما الذي يقدمه أيضا؟ الصالون الثقافي يعرض أهم
يعني نتاجات الأدب والباحثين في مجال الأدب بحضور أصحاب الكتب أو الكتاب نفسهم، فيكون المجال مفتوح أمام الجمهور لمناقشة الكتاب، لتوقيع الكتب، لتوضيح رؤية الكاتب وتشجيع منا نحن على النتاج الثقافي والأدبي. نعم، مثل ما شفنا قبل شوي في التقرير اللي ما زال يعرض لقطات من هذا المهرجان، هناك الكتاب اللي خلينا نقول يقومون بتوقيع الكتب، يمكن الثقافة خلينا نقول عامة الشعب يتوقعون أنها موجودة أو محصورة في المكتبات أو أنها جامدة أو هي جامدة ومقيدة. نعم. يمكن في الكتب، ولكن مثل ما نشوف ما شاء الله يعني الثقافة بأشكالها المتنوعة موجودة هناك في الحديقة، نشوف ما شاء الله فنون الخط أيضا متوفرة، الرسم والمهارات للأطفال. أتوقع قريت أن فيه مسابقة مميزة تقام للأطفال، ركن فارس القراءة. فارس القراءة، نعم، هذه من الأمور اللي لقت من أول يوم صدى جيد من قبل الأهالي. المسابقة عبارة أن نحن نعطي المجال للطفل يقرأ 3 كتب باختياره، بعد ما يخلص من قراءة الكتب يتم مناقشته فيهم. جميل. ويكون هناك في لجنة تحكيم يختارون أفضل قارئ، يقومون بتقليد هتاج ووسام القراءة. جميل. بعدين يركب الخيل ويجول في كل أركان الحديقة، يعني فارس حقيقي. فارس حقيقي. نعم. ونحتفي به، يعني نحتفي به أمام كل الزائرين هذا بشكل يومي. نعم، بشكل يومي، يعني على مدى 6 أيام 6 فرسان. 6 فرسان للقراءة ما شاء الله، وجميع المشاركين أتوقع يحصلون على شهادات مشاركة. أكيد، نحن تفاجأنا أن بمستوى الأطفال أنه جدا ما شاء الله كان مرتفع، فندرس الحين لزيادة عدد الفرسان لأن ما شاء الله الإقبال كان كبير. يعني ما في تقييد يمكن على الكتب، أن أي كتاب كان. نعم. المجرد أن التشجيع على القراءة. صحيح، تشجيع. نعم. على القراءة. وهناك أيضا صالة الأمهات، ما الذي يتم تقديمه في صالة الأمهات؟ اللي يتم تقديمه هو النصائح للأمهات، أن الاستشارات اللي تخص النمو وتربية الطفل، كذلك الاستشارات النفسية للأطفال، بالإضافة إلى المحاضرات، وبالإضافة أنه في بعد مسابقات ونشرات توعوية للأمهات. جميل جدا. بالنسبة للجهات المشاركة في حديثنا قبل اللي هو ذكرنا أن في هناك جهتين، الجهات الحكومية وأيضا هناك جهات خاصة تمت. نعم. يعني حبت أن تشارك في هذا المهرجان، كيف يتم تقسيمها وما الذي يقدم يعني يتم تقديمه في خلال هذا المهرجان؟ الجهات الخاصة أو الرعاة دخلوا من باب إيمانهم بأهمية المهرجان. نعم. فكانوا مقدمين مسابقات يومية وعروض يومية. من أبرز الرعاة اللي كانوا متواجدين معنا هيئة الإنماء السياحي. نعم. اللي تقدم جائزة يوميا رحلة سياحية في إمارة الشارقة. جميل. بإشرافهم. كذلك عندنا اللي هي تذاكر الحج والعمرة راح تكون في يوم الإسراء والمعراج، يعني في جوائز قيمة. نعم، من حملة بن حمد الحج والعمرة. جميل. عندنا مركز إكسبو كان مشارك معنا، بالإضافة إلى مراكز استشارات تجميلية، وطبعا القيادة العامة لشرطة الشارقة. نعم، هذا كله خلنا نقول في على جانب الثقافة. نعم. لكن على جانب الأطعمة والناس أكيد أنه يحبون ركن الأسر المنتجة. نعم. أكيد متواجد تشجيعا منا على دورهم. نعم، أيضا العربات أتوقع تكون. نعم. مشاركة موجودين. ففي. نعم. تنوع كبير للأطعمة، يعني أنه اللي يروح هناك ما يحاتي أنه يعني خلنا نقول أنه ما في يعني تنوع للأطعمة، خاصة اليهال يمكن يحبون هاي الأشياء في الأجواء هاي ما شاء الله الجميلة، وخلنا نقول الجو ما شاء الله ما زال معتدل، وبالإضافة إلى المساحات الخضراء الكبيرة اللي في حديقة النوف. نعم. فعاطية للجمهور والزائرين مساحة للجلوس والاستمتاع بكل الفعاليات. نعم. في الملعب المتوفر في الحديقة، ملعب كرة القدم، يقام هناك دوري مصغر للأطفال أتوقع. صحيح، للشباب. للشباب اليافعين بإشراف ناشئة الشارقة. نعم. في يعني في خلينا نقول مدربين متواجدين. نعم. 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 في يعني الشروط موجودة وفي جوائز أيضا أتوقع. نعم. للمشاركين. يعني خلينا نتكلم، أنا شفت في الخريطة اللي توزع خلينا نقول الفعاليات تنوع كبير فيها،
هناك ايضا تواجد لفرق الدفاع المدني. صحيح. فهل تقدم بعض خلينا نقول ورش توعويه يمكن للجماهير؟ هم يقدمون الورش التوعويه على مدار الساعه ويقدمونها بشكل عملي ويقوم يعني ويسمحون للاهالي والزائرين بتطبيق هذه المعايير معايير السلامه. نعم. والامن. كذلك في جانب مهم جدا اللي هو جانب الامن الالكتروني يطرحه بشكل قوي في المهرجان، ان كيفيه حمايه الاطفال والاسر من مخاطر الامن من مخاطر الاجهزه الالكترونيه. نعم. نعم. في ظل يمكن توفرها بشكل صحيح. كبير في ايدي الاطفال، يعني صراحه نحتاج مثل هذه خلينا نقول ورش توعويه للاطفال قبل الكبار. نعم. في ايضا يمكن فنون قتالية يتم. نعم. توفيرها اللي هي فنون الدفاع عن النفس. نعم. هي للأطفال موجودة بإشراف مراكز الأطفال ومراكز الناشئة للمرة الثانية، هم موفرين هذه العروض وكذلك موفرين فرصة تعليم الأطفال هذه المهارات. نعم. ماذا عن احتياطات الأمن والسلامة؟ يعني بنشوف الأطفال هناك بشكل كبير متواجدين، وأكيد أنهم يعني شوف ما شاء الله الحركه زايده، معايير الأمن والسلامة متواجده بشكل كبير، طبعا اللي هو الدفاع المدني موجود والاسعاف الوطني كذلك. جميل جدا. يعني الفئات اللي خلينا نقول المستهدفه من هذا المهرجان في المقام الاول الاسره. نعم. الاسره والاطفال. يعني نحن الهدف ان نحن ناتي باهداف المكتب بهاي الفعاليات الى مقر سكن الأسر والعوائل. جميل. لو نتكلم عن النسخة السابقة، النسخة الثالثة للمهرجان، كيف خلنا نقول كيف وجدتوا نمو هذا المهرجان على مدى الأربع سنوات؟ السنة اللي فاتت الحمد لله بلغ عدد الزائرين حوالي 12,000 زائر. نحن نتوقع إن شاء الله العدد يكون أكبر هذه السنة، فنتمنى يعني يكون إقبال الجمهور أكثر. نعم. نرد نذكر مشاهدين أنه يستمر لتاريخ 4 هي. نعم. 4 أبريل، يعني من الساعة 5 لحد الساعة 10 المساء. لحد الساعة 10 المساء. نتحدث أكثر عن الجلسات الحوارية التي يتم تقديمها. نعم. هي جلسات متنوعة. الجلسات الحوارية موجودة في مختلف الأركان في الحديقة، ليست فقط محصورة في يعني في فئة محددة، لكن الأسرة بشكل عام تقدر تلقى اهتمامها بكل ركن. نعم. اللي يبغي الجلسات الأدبية موجودة، كذلك اللي يعني من المشاركين اللي هي مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. جميل. كيفية التعامل مع الأسر التي لديها طفل معاق، كذلك تعليم لغة الإشارة. جميل. هو المهرجان فيه كثير من الورش، يمكن وقت البرنامج ما يسع اني اتكلم عنه. نعم. بس الاسره اللي بتي المهرجان راح تلقى جانب كثير من اهتماماتها المتنوعه موجوده. نعم. وبالفعل الاسر في هذه المرحله يمكن يحتاجون مثل هذه المهرجانات علشان خلينا نقول نقضي على وقت الفراغ. صحيح. للاطفال. صحيح. يعني الجانب الترفيهي موجود من. نعم. خلال شركات الالعاب بالتاكيد. خلنا نتكلم عن جديد المكتب الثقافي والإعلامي لشؤون الأسرة بالشارقة. نعم. هل تخططون يعني لمهرجان قادم؟ يعني خططكم المستقبلية؟ فعاليات المكتب الثقافي والإعلامي مستمرة طول العام. نعم. ما تنتهي. نحن طبعا نشارك في كثير من الندوات. راح يكون عندنا إن شاء الله مشاركة مهمة في يوم المرأة الإماراتية، بالإضافة إلى الندوات اللي راح تكون إن شاء الله في شهر رمضان المبارك. الصالون الثقافي كانت عندنا أمسية شعرية كانت بحضور سمو الشيخة جواهر بنت. نعم. محمد القاسمي. الله يحفظها. اللي استضاف عدد من الشاعرات الإماراتيات المتميزات. كذلك قام المكتب الثقافي والإعلامي بالمشاركة بقوة في ندوة عن التمكين الإبداعي والثقافي للمرأة الإماراتية في جمهورية مصر العربية. إن شاء الله. والفعاليات إن شاء الله مستمرة قادمة بإذن الله. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق ودائما من إنجاز إلى آخر. كما نذكر أيضا مشاهدينا الكرام بأن المهرجان يقام حتى 4 أبريل. نعم. صحيح؟ صحيح. نعم. كل الشكر والتقدير للأستاذة فاطمة محمد مسؤول قسم الإنتاج الفني والترويج بالمكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة. شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم. شكراً.